بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 28 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل البرنامج رمز لاسمه بألف ألف، يقول: بعض الناس يا شيخ عنده تسويف في هذه الحياة ويمشي على طريق الخطأ والزلل، ويقول: حتى الآن لم يرد الله هدايتي، بماذا ننصح مثل هؤلاء وما الفرق بين الهداية في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام باطل وهو ضلال، الذي يقول أنا ما أترك الخطأ حتى يأذن الله بذلك. معنى هذا أنه مجبر، لا اختيار له. هذا قول الجبرية والعياذ بالله، أضل الطوائف. بل الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يحسن عمله، وهو يقدر على ذلك، هو يقدر على ذلك، ما منع من هذا، والله أمره بذلك، أمره بالتوبة وأعطاه القدرة والمشيئة الإرادة، ليس له عذر في ذلك. إنما هذا مثل قول الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا كلام باطل ترده الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة، لأن العبد لا يقول هذه المقالة، وإنما يتوب إلى الله ويرجع عن الخطأ ويستغفر الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما فضل حضور صلاة الاستسقاء، وهل هناك أعمال خيرة تعمل قبل الخروج إلى الاستسقاء، وما رأيكم في من يتأخر أو يتهاون بهذه الصلاة؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، حينما ينحبس المطر فإن المسلمين يستسقون، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبلها يقدم أعمالا صالحة من الاستغفار والتوبة والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لعل الله أن يستجيب ويرحم المسلمين. والتأخر عنها من غير عذر لا شك أنه كسل وعدم اهتمام بشؤون المسلمين، وواحد من المسلمين يهمه ما يهمه ويتألم بألمهم، فعليه أن يدعو الله بالفرج والخير للمسلمين ويحضر صلاة الاستسقاء لينال الأجر والثواب، وليكون بإذن الله سببا في إجابة الدعاء من الجميع. هذا أمر متأكد ولا يتكاسل عنه المسلم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الرحمن من الباحة يقول: فضيلة الشيخ، هل صلاة الليل والوتر سرية أو جهرية، وكم عدد الركعات التي تصلى في تلك الليلة مأجورين، وهل هذا مستحب؟ صلاة الليل جهرية، سرية صلاة النهار، صلاة الليل جهرية أفضل، كونه يجهر أفضل، إذا قرأ سرا فلا بأس، يجوز هذا في التهجد وفي الوتر. أحسن الله إليكم. يقول أيضا هذا السائل أبو علي: إذا أعرض الإنسان عن الزواج لمرض لازمه طول حياته، هل يكون بذلك قد خالف السنة؟ إذا كان لا يستطيع الزواج فإنه ليس مخالفا للسنة، ما إذا ترك الزواج وهو يقدر عليه فإنه مخالف للسنة بلا شك. تقول الأخت السائلة أم أحمد: قبل فترة تزوجت من رجل طيب، كان يحافظ على السنن وقيام الليل والتبكير إلى الصلاة المسجد وقراءة القرآن، ولكن حدث أن اشتغل بالأراضي والبيع والشراء، ويقول عندما نصحته بذلك قال: كثرت أعمالي وغفلت لدرجة أنني الآن أصلي في المنزل وأنا مرهق من كثرة الأعمال، بماذا توجهون مثل هذا الزوج مأجوري؟ عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على العمل الصالح، ويجعل هذا في مقدمة اهتمامه، لأنه هو الذي يبقى له عند الله سبحانه وتعالى، أما المال فإنه يذهب لغيره ويحاسب عنه، فتبقى تبعاته
تزول عنه منفعته إلى غيره. لا مانع أن الإنسان يطلب الرزق ويفعل الأسباب النافعة لطلب الرزق، لكن لا ينشغل عن الطاعة والعبادة، بل يجمع بينهما كل شيء في وقته. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. على المسلم أنه يطلب الرزق، ولكن لا يستغرق ذلك كل أوقاته ويزاحم الأعمال الصالحة والعبادة. الله جل وعلا قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. التجارة التي تنفعك هي التي قال الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ من السودان رمز لاسمه حماد، يقول: ما السنة يا شيخ في حمل الجنازة وفي تشييعها، وما حكم ترديد الله أكبر لا إله إلا الله وهم خلف الجنازة يرددون جماعة في هذا العمل؟ السنة في حمل الجنازة أن ترفع على أكتاف الرجال إما أربعة وإما اثنان ويتعاقبون في حملها، وأيضا يستعملون الرفق في المشي، لا يتباطؤون ولا يسرعون إسراعا يحصل معه ضرر على الجنازة، بل يمشون مشيا سريعا لكنه لا يكون فيه ما يسيء إلى الجنازة ويحركها. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة إنها إن تكو صالحة خيرا تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك شرا تضعونه عن رقابك. هذه صفة السير الجنازة وحمل الجنازة. أما ترديد الأدعية والتهليل والتكبير ورفع الأصوات هذا من البدع، هذا من البدع المحدثة المنهي عنها. نعم. في سؤال له يقول فضيلة الشيخ: ما العبرة التي نستخلصها من مرور الأيام والسنوات في حياة الإنسان؟ العبرة التي نستخلصها أن نعرف زوال الدنيا وسرعة الدنيا وفناء الأعمار، ونبادر بالأعمال الصالحة قبل فواتها. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت نورة: سافرت من الرياض إلى جدة وبقيت في جدة أيام وأردت العمرة من البيت، فكيف أحرم؟ هل أحرم من البيت أم أعود للميقات؟ إذا كانت يوم تمر على الميقات وهي ناوية للعمرة فإنه يجب عليها الإحرام من الميقات، وإذا تعدته ولم تحرم فهي مخطئة ترجع إليه وتحرم منه. أما إذا كانت يوم تمر على الميقات لم تنوي عمرة إنما نوت الذهاب إلى جدة أو إلى غيرها ثم بدا لها بعد ذلك أن تعتمر هذه تحرم من المكان الذي نوت منه إذا كان خارج الحرام. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخت نورة تقول: فضيلة الشيخ، نحن في البيت 8 أولاد، 4 بنات و4 أولاد، الأولاد في سن 20 وفي 21، لكنهم يا فضيلة الشيخ لا يترددون على المسجد ولا يصلون في المسجد، والدي غافل عنهم يا فضيلة الشيخ. أما البنات فلله الحمد يصلين الصلوات في أوقاتهن. تقول الأخت نورة فضيلة الشيخ: ما واجب والدي تجاه أولاده الذين ضيعهم في هذا العمر؟ الواجب عليه تربيتهم على حضور الصلاة في المساجد والحرص عليهم استصحابهم معه، هذا هو الواجب عليه أن يكون من الصغر. قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا هو الواجب عليه وهو مسؤول عنهم يوم القيامة. وأنتم كذلك ساعدوه عليهم وأنصحوهم كرروا عليهم لعل الله أن يهديهم ولا تسكتوا عنهم. يجب على الوالد أن يلزمهم بالصلاة إلزاما ويؤدب من يتخلف عن الصلاة، الله أعطاه السلطة اضربوهم عليها لـ10، أعطاه السلطة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه
سائلة تقول في هذا السؤال: هل للإنسان يا شيخ أن يجمع بين الأضحية والحج، وهل له أن يوكل في ذلك؟ لا مانع أنه يجمع بين الأضحية والحج، إذا حج فلا مانع أنه يضحي يذبح الأضحية في ميناء أو في مكة، ولكن الأفضل أن تذبح الأضحية في البيت، في بيته وعند عائلته، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، وله أن يوكل من يذبح الأضحية. وأما الحج فلا يوكل إلا عند العجز عن مباشرته، إذا قدر على الحج ولم يستطع مباشرته بنفسه وهو لم يحج فريضة الإسلام وعجزه مستمر لا يؤمل أنه يستطيع في المستقبل، هذا يوكل من يحج عنه. دلالة السنة على ذلك في المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر الأسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف تكون حياة الميت عندما يوضع في قبره، ومتى يسأل الأسئلة التي تتعلق بدينه وعبادته؟ نعم، تعاد روحه في جسده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلسه الملكان ويسألانه من حين يوضع في قبره مباشرة، إذا دفنوه وسووا التراب عليه ثم رجعوا إلى بيوتهم وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه الملكان، أعيدت روحه في جسده وأتاه الملكان وأقعداه وسأله. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: ما الضابط في تحويل العملة من بلد أعيش فيه وأسترزق فيه وإلى بلد آخر؟ مثلا أحول عملة من ريال سعودي إلى ريال يمني. نعم، الأبرى للذمة والأحوط أن تشتري الريال اليمني وأنت في السعودية وترسله إلى اليمن، لأن هذا صرف، والصرف يشترط فيه تقاضى، فتدفع الدراهم السعودية وتأخذ بدلها الدراهم اليمنية في المجلس، مجلس الصرف، ثم ترسل الدراهم اليمنية إلى اليمن، هذا هو الأسلم والأبرى للذمة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول من أسئلة فضيلة الشيخ: ما الأسباب المعينة على استحضار الخوف من الله عز وجل؟ وإذا كان القلب قاسي فما الذي يلين هذه القلوب؟ يلين القلوب القرآن الكريم والتدبر، تدبر القرآن هو يلين القلوب بإذن الله، الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير أيضا يلين القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك مما يلين القلوب مجالسة الصالحين واستماع الذكر والمواعظ، كل هذا مما يلين القلوب بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو عبد العزيز يقول: تقدم لابنتي البكر رجل ذو أخلاق ودين، ولكنني علمت منها بعد أن جلست معها بأنها لا ترغب من الزواج فيه، وأنا مصر وأريد أن أزوجها من هذا الرجل خوفا عليها وعلى دينها، هل عملي هذا صحيح؟ أنت محسن في خوفك عليها وعلى دينها والحرص على تزويجها وإعفافها، أنت محسن في هذا، ولكن لا تجبرها على الزواج بمن لا تريده، لا بد من رغبتها وإذنها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان البكر، قال: إذنها صماتها. كذلك الثيب من باب أولى، هي أملك بنفسها، لا تزوج المرأة إلا برضاها واختيارها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ أبو عبد العزيز أيضا فضيلة الشيخ: في صلة الرحم من هم الذين يدخلون فيها، وكيف تكون القطيعة، وإذا كان هناك اتصال بالتليفون هل يفي ذلك؟ الرحم كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأم أو من جهة الأب، كلهم من الأرحام، وصلتهم تكون بالإحسان إليهم، الإحسان القولي والفعلي، ويبدأ بالأقرب فالأقرب منهم، والاتصال عليهم هذا نوع من الصلة، نوع من الصلة، لكنه لا يكفي عن غيره من أنواع الصلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر فضيلة الشيخ يقول: أرجو أن تذكروا صفة الاستنشاق وما حكمها في الوضوء، وما الفرق بين الاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق، هل يلزم أن يسحب الماء داخل الأنف أو يكفي أن يدخل ذلك بيده؟ الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنشاق حكمه المضمضة، والاستنشاق
الطلاق واجبان الوضوء، لأنهما من الوجه يغسلان، يغسل الداخل والخارج، والداخل الأنف وداخل الفم هذا من الوجه، لذلك تجب المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في الاستنشاق هي شدة جذب الماء إلى آخر الأنف، إلى آخر الخياشيم والأنف لأجل يتبلغ بالماء، إلا إذا كان صائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، خشية أن يطير الماء إلى حلقه وهو صائم. الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وأما غير الصائم فيبالغ، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، عندما نقول صدق الله العظيم بعد قراءتنا القرآن، هل هذا وارد في السنة؟ وهل من الصواب أن يردد الإنسان هذه الآية بعد تلاوة القرآن؟ صدق الله العظيم ليس آية، ولا يشرع الإتيان بها بعد القراءة، لأن هذا لا دليل عليه، يكون هذا من البدع التي اعتادها الناس وهي لا أصل لها، وليست من أحكام القراءة، إنما هو شيء اعتاده الناس حتى أصبح كأنه آية من القرآن، وتوهم الجهال أن هذا آية من القرآن وأنه شيء واجب على القارئ، وهذا لا أصل له، فليس آية من القرآن ولا هو مشروع للقارئ أن يأتي به. نعم، هو معناه صحيح، الله صدق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل، قل صدق الله، اتبعوا ملة إبراهيم، صدق الله، نصدق من الله قيل، لكن لا يقال هذا عند ختم التلاوة لأنه لا دليل عليه، فهو من البدع المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أحمد ألف ألف يقول: تعود لساني على كثرة اللعن بأتفه الأشياء وعند مخالطتي لزملائي وإخواني وأهلي، هل يخل هذا اللعن في عقيدتي؟ وما معنى اللعن في ذلك؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فأنت تدعو على أخيك بأن يطرده الله من رحمته، وهذا خطر عظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، أنك دعوت عليه بإخراجه من رحمة الله، فأنت أخرجته من رحمة الله، كما أن القاتل أخرج الإنسان من الحياة إلى الموت. هذه لفظة قبيحة لا تعود لسانك عليها، استغفر الله وتب إليه وخف من عقوباتها، وإذا قلتها في حق أحد وهو لا يستحقها رجعت عليك، رجع إثمها وعقابها عليك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وبارك الله فيه وفي عمره على ما بين لنا في هذا اللقاء المبارك، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويب.